يدافع البرازيلي نيمار عن قانونية عقده الذي نقله من بلاده البرازيل إلى كاتالونيا الإسبانية صيف الماضي. نيمار يؤكد بكل ثقة لوسائل الإعلام لا يوجد شيء غير شرعي، رغم التساؤلات التي ظهرت بشكل متواصل حول قيمة العقد وإمكانية وجود مبالغ سرية لم يتم كشفها من روسيل رئيس برشلونة. إدارة الفريق الإسباني طالبت بعدم قبول الدعوة المقدمة من أحد أعضاء النادي بشأن صفقة ضم البرازيلي نيمار، ولجأ إلى المحكمة المركزية الخامسة في مدريد من أجل تقديم بيان اعتبر فيه أن الدعوة تنطوي على محاولة التقليل من شأن النادي ومكانة رئيسه ساندرو روسيل. بينما ترى مصادر في وزارة الداخلية الإسبانية أن الاتفاق المالي ليس شفافاً وأنه قد يكون سبباً في جريمة اختلاس، رغم أنها اقترحت كذلك تأجيل الشهادة المرتقب أن يدلي بها روسيل كمتهم لحين الحصول على وثائق جديدة تتعلق بالقضية. برشلونة دفع 40 مليون يورو لشركة N&N للاستشارات الرياضية كجزء من السعر المتفق عليه لضم اللاعب، من ضمن 57 مليون يورو التي أعلن عنها النادي منذ اللحظة الأولى، علما أن آخر تحديث في ظل التقارير التي أشارت أن صفقة نيمار بلغت 98 مليون وليس 57. من جهته أكد البرازيلي أوديليو رودريغيز رئيس نادي سانتوس البرازيلي عزم ناديه المطالبة بعمولته المالية إذا ما صحت التقارير الصحفية الإسبانية التي أشارت أن نادي برشلونة دفع لعائلة نيمار مبالغ إضافية ضمن صفقة انتقاله لصفوفه الصيف الماضي. وكانت صحيفة الموندو الإسبانية أكدت أن برشلونة دفع 10 ملايين يورو كعمولة غير معلنة عن الصفقة، كما تم منح عمولة لوالده بلغت 2.6 مليون يورو. الصحيفة الإسبانية تمكنت من الوصول للعقود المبرمة بين برشلونة واللاعب البرازيلي. العقود هي وثائق باتت الآن بيد القاضي الذي ينظر في البلاغ المقدم من أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي برشلونة. العضو هو خوردي كاسياس قدم شكوى ضد رئيس النادي ساندرو روسيل يتهمه فيها باختلاس 40 مليون يورو من صفقة نيمار. وقد طالب نادي برشلونة الإسباني القاضي بابلو روث بالحفاظ على السرية في التحقيقات المتعلقة بعقد البرازيلي نيمار. نجم البرازيل أثار ضجة كبيرة قبل قدومه إلى برشلونة، ويبدو أن الإثارة مستمرة مع ابن السامبا خارج الميدان هذه المرة. لطف الزعبي، العربية.